حسين 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 لا حد يتعب حسين حسين عدنا عدنا بعد الغياب نحن الذين لم نغب عن ساحات العزم يوما عدنا ولم نزل في قلب الحصار نكسر كل قيد ونهزم كل عصي جبار اجتمعنا من جديد في خيمة من خيمات ليل العاشر في خيمة تشبه خيمة الأنصار لنجدد الولاء ونرفع النداء إلى سيد الشهداء سيدي يا أبا عبد الله سيدي يا أبا عبد الله حصارنا لا يعدل بعض حصارك وجوعنا لا يعدل بعض جوعك وعطشنا لا يعدل بعض عطشك فمن داخل الحصار نعيد وليسمع كل يزيد لبيك حتى آخر رمق فينا وآخر قطرة دماء لبيك يا ابن علي لبيك يا ابن فاطمة لبيك يا حسين ولكل عدو نقول لآل سعود وأمريكا وإسرائيل نحن قوم كلما أوذينا في الله ازددنا يقينا وكلما اشتد علينا البلاء ازددنا عزما وكلما تألمنا ازددنا نصرا وها نحن نقف وها نحن نقف الآن أمام جبروتكم المهزوم في المكان الذي منه نستمد القوة والثبات وقفنا لنخاطب الأمين على الأرواح والدماء وقفنا لنخاطب الأمين على الأرواح والدماء من على يديه إن شاء الله ستلاقون هذا الفناء يا سيدنا يا عزيزنا نقسم بالدمعة التي في عينك لاحت فأبكت كل قريب وبعيد تلك الدمعة التي ينتهي عندها كل صبر ويحسم عندها كل أمر نقسم بدمعتك نقسم بغصتك نقسم بصبرك وبصيرتك إنا كنا وما زلنا طوع أمرك ماضون خلفك حيث رسمت المسار وندور خلف كفك حيث ما دار لن نتخلف عنك ولن نتخذ من الليل جملا لبيك يا ابن رسول الله لبيك يا ابن علي لبيك يا ابن فاطمة لبيك يا نصر الله.